واحد من نجوم النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي كابتن شادي محمد. مساء الخير يا كابتن شادي. ازيك يا محمد؟ منور الدنيا حبيبي، ربنا يبارك فيك. هتتفرج على ماتش فين ومع مين النهارده؟ ان شاء الله في الجزيره. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وانا يمكن حضرت ماتش النهائي النجمه التاسعه في النادي، بيبقى اجواء طبعا انت عارف طبعا كابتن شادي قد ايه الحقيقه الناس بتبقى متحمسه ومتجمعه في بيتها الكبير طبعا النادي الاهلي. كلمني على ماتش النهارده وازاي بتشوفه، ومن وجهه نظر كابتن شادي محمد وانت خضت طبعا مواجهات كتير جدا ومباريات نهائيه كتير جدا، مفاتيح فوز النادي الاهلي على كايزر تشيفز النهارده؟ مفاتيح الفوز هو احترام المنافس فقط من وجهه نظري. النادي الاهلي فنيا اعلى، جماعيا اعلى، هو الفريق اللي كان من خلال مشوار البطوله بالكامل هو الفريق الاكثر ثقه في الملعب، الجماعيه، الفرق اللي قابلها كلها النادي الاهلي كان مسيطر فتره كامله. لكن احترام المنافس، اللي انت تحترم المنافس اللي قدامك حتى لو عارف لو اقل منك فنيا، اللي انت تلعب بجدية كبيرة جدا في الاخر دقيقة، ده مفتاح الفوز النهارده. ده من وجهة انا بيتهيألي كابتن شادي مفيش مباراة لعبتها ماتش نهائي دوري ابطال وحسيت انه المباراة بتروح منك او ان البطولة بتروح منك ولعبت لغاية اخر ثانية وجبت البطولة زي ما عدت عليك انت شخصيا، يعني زي ماتش الاهلي والصفاقس في تونس، مظبوط ولا في بالظبط؟ بالظبط ماتش، لان صعوبتها اللي انت تعادلت على ارضك 1-1 وفرقة الصفاقس كان تيم قوي جدا طبعا، وانت هتروح هناك على ملعبه، فالمفروض ان انت كنت تحقق حتى انتصار هنا حتى لو 1-0. لما تعادلت نتيجة صعبة جدا، ما قدامكش غير الفوز. 0-0 ما تاخدش البطولة. اهم الاصرار دايما، الاصرار لاخر ثانيه، الاصرار والعزيمه، واللي انت تعرف قيمه النادي اللي بتلعب فيه والتيشيرت اللي انت لابسه والجماهيريه. على فكره يا احمد، من احسن الدوافع اللي بتتخلق للاعيب في النادي عن اي نادي ثاني، اللي انت كجهاز فني احفز لعيبتي ان انا فرد من الاهلاويه. مفيش حافز اهم من تكسر الوصول. طيب يبدو يعني انه احنا فقدنا الاتصال مع كابتن شادي، لكن الحقيقه النقطه في منتهى الاهميه، الاصرار لغايه اخر دقيقه. السيناريوهات في الاوقات دي بتبقى فيها حاجات كتير جدا غير متوقعه، خبرتك امكانياتك هي اللي تاكد على قدرتك على التعامل. ونتمنى ان شاء الله الماتش ما يكونش فيه سيناريو صعب على الاطلاق، وزي ما قلت لحضراتكم الرهان كل الماتشات اللي بدا الاهلي فيها بالتسجيل كانت ماتشات سيناريوهاتها سهله والاهلي كان عنده القدره على حسمها بشكل كبير جدا. نتمنى ان شاء الله ان فرقتنا تكون صاحبه مبادره. مع مستمرين مع حضراتكم في السادسه. طب كابتن شادي رجع لنا مره ثانيه. كابتن شادي، لو قلت لك اهم نقطه قوه في النادي الاهلي علينا استغلالها بالشكل الامثل، واهم نقطه ضعف في فرقه كايزر تشيفز اللي بالتاكيد انت برضو اتفرجت لها خصوصا في الماتشات سواء مواجهتها لسيمبا او مواجهتها للوداد المغربي في قبل النهائي، اهم نقطه ضعف برضو على الاهلي ان هو يستغلها؟ الاهم يعني، خليني اقول بس نقطه مهمه، يعني قطع التليفون وانا معاك. ايوه، ان اهم نقطه للمدير الفني خلق حافز ودافع للعيبه اللي انت وراك جماهير في الملايين. النهارده لما اجي اكلم لعيبتي بكلمهم باللغه دي. النهارده انت لما تكسب تسعد ملايين من الاهلاويه، دي نقطة في غاية الأهمية وخلق الدافع للاعب بتاعي. فريق النادي الأهلي أنا ضد أي حد دايما يقول لك مين مفتاح الفوز؟ مفتاح الفوز إحنا لعبة جماعية. لازم الأهم حاجة بالنسبة لي اللعيبة كلها تبقى في حالتها. في أعلى تركيز ليها. أنت بتقابل الفريق بيقفل وممكن بيلعب على الهجمة المرتدة، فلازم النادي الأهلي يستغل الفرصة. إن شاء الله بإذن الله. الفرصة لما تجيلك لازم تستغلها، لأن إن شاء الله عالم كرة القدم مش هتجيب طبعًا تستقبل، فلازم اللي أنا أستغل كل فرصة، أحترم المنافس. أنا مصمم على الكلمة دي، لأن النادي الأهلي عنده مفاتيح لعب مهمة جدًا. أيا كان المنافس وأيا كانت البطولة، ما أعتقدش إنه لعيبة النادي الأهلي من الممكن أبدًا إنها تستهين أو تحس إنه مباراة محسومة من قبل ما تبتدي. بشكرك كابتن شادي، وأتمنى إنه التواصل اللي جاي معاك يبقى احتفال إن شاء الله بتحقيق بطولة أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي الأهلي. زي ما قلت لكم يمكن مستمرين مع حضراتكم في السادسة، عندنا كلام تاني نقوله على الماتش بس بعد ما نروح لفاصل سريع. بشكر طبعًا كابتن شادي محمد على تواصله معانا في السادسة. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول.
اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهب الجبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي في دي القرى واتقال واحد في